confirmed. Enemy near main. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم مقطع جديد ومختلف في هذه المرة. طبعا هنلعب بلاك أوبس 1 ونسترجع الأيام الجميلة، نسترجع الذكريات الرائعة في هذا الجزء الخرافي. أحمد ليش رجعت إلى هذا الجزء؟ طبعا مثل ما شفتم في بداية المقطع كان الهاكر يلعب لعبته في مودرن وارفير، والشركة تقول إن هي قاعد تشتغل على الموضوع بس لا شيء يذكر على ارض الواقع. اوكي وقاعد نتابع الاخبار بس ما في اي اخبار مؤكده. ان كل اللي اكد عليه ان نظام الامان او نظامهم حق الشريط شكرا. يعني شلون تحن جزء جديد ما صار لك تقريبا من 5 إلى 6 أشهر راح ينشاف النزل يتعرض لهكر بشكل مو طبيعي. يعني مو جيمين ثلاثة، لا لا لا، كل 5 إلى 6 مباريات لازم تحصل لك هكر بشكل مو طبيعي. اللي يشوفك من وراء الورا الطوف، اللي يشوفك من وراء الماروينة، اللي يشوفك من البداية، اللي يا الحبيب شو صاير، زين اشتغل على الموضوع. ما في اي اخبار لحد الان انه بيعدلون الاوضاع او لا. فبهالسبب رجعنا الى هالشريط او الى هذا الجزء الجميل بلاك اوبس 1. شوف مع ان البنك فيه يا شباب 120 كان البنك يمدي، فشيل ومشي ما يمدي. ففينا حر على الشريط الصراحة، فينا حر منه، فمالك انك تصبر. ونتمنى ان الشركة تحل الموضوع في اسرع وقت، ونتمنى انهم ينزلون مابات اكثر ويختارون المابات الجميلة في الاجزاء السابقة. يعني للأسف اللي ينزلونها شكرا، واللي بينزلونها بعد ينعرف شكرا. إذا تبي تعرف المصطلح الحق العكس يعني إنه مو زين. على كل حال أتمنى إنكم تستمتعون شباب، لا تستمتعون تضغطون على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونشوفكم إن شاء الله في مقاطع أخرى. ونسيت أقول لكم رمضان كريم، في أمان. Package ready for delivery. Mark the DC. Cobra ready for deployment. Friendly care package on the way. Planes in the air. Cobra on the way. Inbound.
Fight lane inbound. Enemy spy plane above. Friendly spy plane inbound. Spy plane standing by. On the beat. Care package ready. Show us where you want it. Enemy spy plane incoming. Package inbound. Mercury ready for deployment. Our Mercury is in the air. Inbound. Friendly spy plane inbound.